تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، هذا وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 117 قضية تموينية بمضبوطات تصل إلى 499 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 163 طن سلع غذائية مختلفة أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 211 طن سلع مدعمة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه وغير الغذائيه، تم ضبط أكثر من 33 طن سلع مختلفه، و36,500 لتر مواد بتروليه، وحوالي 19,250 قطعة مستلزمات طبيه. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، تم ضبط 28 طن أسمنت، وقرابة 63 طن حديد تسليح.